للشباب السعودي في الدقيقة 44، وسعيد عويران ويلفها ويغمزها رقم ثلاثة صالح الداوود، يغمس الكرة وهي في السكة. هنشوفها مرة تانية اهو، سعيد العويران يلف الكرة برجله الشمال على أول قايم سعيد العويران، يخش صالح الداوود اهو يلعبها بينية بدماغه كلها بتبقى من نصيب المدافعين، تتلعب على طول وحمزة الجمل بدماغه وممكن محمد صلاح أبو جريشة ينقذ الموقف ويحرز هدف في وقت قاتل. أبو جريشة ينقذ الموقف يصفر الملعب، الملعب يصفر زي ما حضراتكم شايفين بكرة قاتلة في الدقيقة 41. هنشوفها مرة تانية اهو، فكري عصلت فيها وابو جريشة اهو دخل واصبح هو فعلا نجم النجوم ومنقذ الموقف تماما، والملعب في الدقيقة 41 اشتعل حماس. هنشوفها مرة تانية اهو، شوف وبيلعبوا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اتنين راس حربة وراهم انور راس مثلث البرازيل ادريانو وادي مرزوق اهو، وعلى طول لسه بقول لحضراتكم انور راس حربه والبرازيلي اثنين قاعدته، وادي انور احرز الهدف الذهبي ليفوز الشباب السعودي باللقاء ويصل الى نهائي الدوره الثامنه للانديه ابطال الكؤوس على حساب النادي الاسماعيلي. ولسه بقول لحضراتكم اهو بيلعبوا اثنين راس حربه وادي مرزوق وبيلعب كوره وانور بيتقدم راس مثلث، وانور يتقدم زي ما حضراتكم شايفين اهو في غفله من المدافعين ليحرز الهدف الذهبي لينهي المباراه وكفاح الفريقين لصالح الشباب السعودي. سيداتي انساتي سادتي، بالهدف الذهبي يبقى كده وصل الشباب السعودي الى نهائي البطوله الثامنه للانديه ابطال الكؤوس ليقابل مولوديه وهران الجزائري في النهائي يوم الاثنين القادم، ويخرج النادي الاسماعيلي ونتمنى له التوفيق ان شاء الله في البطولات القادمه.